يمكن من أكتر الحاجات المميزة في مهرجان العالمين هي مهرجان الأكل بايتس باي ذا سي، واللي هتطلع فعالياته بكرة إن شاء الله. جمانة ماهر محضرة لنا مفاجأة من مهرجان العالمين، ومعها ضيفة كان ليها أو ليها شعبية كبيرة جدا بين ربات البيوت والمنازل والناس المهتمة بالطبخ ووصفات الأكل زي حالاتي كده. فخلونا نشوف جمانة معاها مين. يا مساء الفل عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا بسنت، ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. زي ما كنت بتتكلمي، الحقيقه انه المهرجان فيه اكتيفيتيز كتيره جدا يا بسنت، وبما ان انا وانت بنحب الاكل قوي ففي بكره فعاليه مهمه جدا لكل عشاق الاكل، كل الاكل بكل انواعه. هي في بكره بايتس باي ذا سي، هيكون مهرجان للاكل في نورث سكوير مول. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الاكل بقى لازم يعني نتكلم عن نجلاء الشرشابي. نوجة ازيك؟ الله يخليك، الحمد لله منوره يا جميله. تسلمي. منوراني، وانا ربنا يخليك. الله، انا متحمسه جدا بقى لموضوع الاكل ده. بس قبل ما اتكلم على بايتس باي ذا سي ومهرجان الاكل بكره، انا عايزه اعرف منك ايه موضوع الاكل الكذاب ده يا نوجة؟ اكل الكذاب؟ احنا يعني مش عارفه. كفته كذاب وحمام كذاب، كله كذاب. هي مش كذاب، ده كذبه بيضه، دي مش كدبه كدبه، بس هي كدبه بيضه بتخليها نعمل حاجه احسن. بدل ما تعملي حاجه صغنونه كده هتعملي حاجه كبيره قد كده تملى العين. يعني بتعمليها ازاي دي نوجه؟ برضو قولي لنا. هي انا بحاول افكر ان انا ما اغيرش طعم الوصفه، يعني تبقى الوصفه هي هي، ولكن المكونات اللي انا بضيفها ما اداهاش تاثير في الطعم، انما في الشكل بقى والهيبه تبقى قد كده. ده اهم حاجه. واللي ما يعرفش مثلا ايه حاجه، ايه وصفه تكون غاليه، فانا اعمل مثلا زي الحمام الكذاب مثلا. فالحمام بقى غالي على الناس يعني، فممكن بورك فرخه نعمل حمامايه. حلو قوي الموضوع ده، محتاجه في حاجات طعم ونفس الطعم. خلي بالك لا احنا يعني احنا نوجة بالنسبه لنا احنا الاكل يعني كل الناس بتقعد، وكل ستات البيوت بتقعد تتفرج على وصفاتك وبتقعد تشوف بقى تعملها ازاي، والحقيقه ان كل الناس بتشكر في الوصفات دي. اهم حاجه تطلع ناجحه، دي اهم حاجه عندي يعني، ببقى دقيقه جدا جدا واعيد الكلام 100 مره علشان محدش ينسى حاجه وينسى خطوه يقول لي وصفه باظت. بزعل جدا بصراحه. نوجة قولي بكره هتعملي ايه؟ يعني بكره في مهرجان للاكل هنا في مدينه العالمين، هيبتدي الساعه 6 تقريبا. قولي لي بقى هتعملي ايه بكره؟ عندنا بقى مسابقه لاحسن حد هيعمل اللي احنا هنعمله. هنعمل مثلا يعني هم قريب، ما اقوليش بس انا هقول دي بقى ده اكسكلوسيف لينا يا بسنت. ايوه، هنعمل مسابقه حمص الشام، مين اكتر حد هيعمل، هحط له مقادير كتير جدا وهو يعمل لي احلى خلطه. وبعد كده هخش بقى بنعمل وصفه من بلد عربيه ما كنش مصريين عارفينها قوي، بس هي حلوه قوي. الله، فدي اللي هنعمل ان شاء الله. يعني مفيش مسابقه مين اكتر حد هياكل؟ ايه ده؟ ممكن اكسب. لا مش يمكن تلاقيها، يمكن تلاقيها بكره. عامه في حاجات كتير قوي، كتير مفاجات كتير قوي. بسنت برضو، انا وبسنت هنكسب. نجي. حاضر يا بسنت، حاضر. طب نجلاء قولي لي بقى، ويعني وجودك في مهرجان العالمين ولما جيتي وحضرتي وابتديتي استعداداتك لبايتس باي ذا سي او مهرجان الاكل اللي هعرفها منك كمان بالمناسبه، بس انا عارفه انت بقالك وقت طويل قوي بتحضري ليها، بس كلمي عن فكره الاجواء وفكره المهرجان نفسها، ان يكون في مهرجان للاكل على هامش فعاليات مهرجان العالمين في نسخته. هو كل سنه موجود، بس هو بقى جه العالمين السنه دي بحيث ان هنا في ناس ما شاء الله كتير قوي، والمكان حلو قوي والجو مناسب جدا، فهو احنا قلنا احلى حاجه ان هو يبقى موجود في المكان، ففعلا ده اختيار رائع لان هو حاجه حلوه والجو حلو فهيساعدك تاكلي. ده اهم حاجه. انا مساعدني جدا اكل، فالجو يجوع صراحه، الجو يجوع جدا. للاسف مساعدني جدا والله. لا تلاقيش لا اكل كتير قوي بكره ان شاء الله. ان شاء الله. طب ايه استعداداتك كانت ايه بقى للمهرجان؟ لا ما هو احنا بقى استعدنا ان احنا هنعرف نعمل ايه، وقعدنا نفكر ايه المسابقات ونقدم احسن جوائز ايه، وازاي نرضي جميع الاطراف وكل البلاد، يعني عاملين كل الاذواق وكل البلاد، يعني عاملين كذا بلد مش مصر بس، عاملين اكلات لبلاد كتير جدا. زي ايه؟ يعني مثلا في لبنان وفي تركيا وحاجات كتير، يعني بلاد كتير قوي عندنا عاملين لها اكلاتها، بس باللي احنا بالطبع بتاعنا احنا عشان نرضي اللي هنا برضو. يعني وصفاتهم، ولكن بنلاقي اقرب وصفه احنا ممكن تبقى بالنسبه لنا مناسبه انك تاكليها او تشربيها، لان مش كل الاكلات بتمشي معانا. لا في اكلات تقول لك لا ما نعرفش ناكلها، او لا دي استبعدناها صراحه. يعني طب ايه موضوع بقى ان انت عملتي اكبر سمك؟ دي مالهاش علاقه بقى بالكذاب، ده بجد كانت اكبر سمكه هنا، احكي لي الموضوع ده. لا دي كنت بعاكس فيها هشام السيد، انت عارفه بتاع السمك عندنا. فانا ماليش في السمك بقى قوي يعني، بس ما عرفت ان هو جاي معايا قلت له لا لازم اجيب له بقى سمكه اخده بيها. وما كانش ناوي يعمل اي حاجه، بس انا خليته بقى يقشر وينظف ويقطع.
ودبست، قلت له بقى اطلع انت وانا هكمل بعد ما اخلص كل حاجه. عملتي بقى انت التتبيله وسويتيها؟ انا بقى عملت صينيه قد كده بقى، صينيه قد كده ومليتها بقى خضار وبطاطس ومش عارفه ايه، عشان برضو السمكات قد كتير طبعا، هي اكبر سمكه بقى. وكان يقول لي دي كدابه، قلت له دي مش بالذات النهارده مش كدابه، دي ما كانتش كدابه خالص. لا لا دي الوحيده كانتش كدابه. مين اللي كلها في الاخر؟ لا كنت كله بقى، دي قضت كتير قوي ما شاء الله. ما انا بقولك انا عملت صاج قد كده، صاج كبير جدا بيها، فكله كل منها بقى الحمد لله. طب انت يا روجة بقى ايه اكتر اكله بتحبيها؟ اكتر اكله بحبها لا كتير، انا بحب كل حاجه، بس يعني لو خيرتيني مثلا ممبار، احب الممبار قوي، احب مثلا الفول ده كان يومي يعني، مثلا احب رز المعمر. بس ما بحبش اكل بره، انا بحب اكل بيتي، بس اكل حلو قوي. يعني احب البيت يعني مهما اللي ياكل، لا لا يعني الف الف ده نوادر. حد كده بيسالني انت بتاكلي كام مره بره في الاسبوع بره؟ قلت له مفيش الكلام ده. طب مين بقى اللي بتحبي اكله اكتر من اكلك؟ اكل اختي الكبيره. الله مش قادره اتخيل اكلها ممكن يكون عامل ازاي. لا لا عليها حته صينيه مكرونه بشاميل. طب احنا نخلص ونطلع؟ يلا بينا على المعادي. على المعادي يعني انا سعيده جدا بلقائي بيكي النهارده، وهنتقابل تاني بكره اكيد، وانا هشوف بقى موضوع حمص الشام ده، وهنعمل مسابقه اللي اتفقنا عليها بقى. اوكي هنعمل مسابقه خطيره. اكتر حد هياكل عينيا. رجلي الشيشابي طبعا يعني من اهم واكبر الشيفات اللي ممكن يكون الشعب المصري والستات البيوت كلهم الحقيقه بيحبوها. انا سعيده جدا بلقائي بيكي وجود لك بكره. شكرا جدا ليكي، شكرا لذوقك واستضافتي في القناه الاولى، وتحياتي لكل الجمهور. شكرا ليكي نورتيني. شكرا.